ولا مهند عسير؟ اللي يكون أجهز في ذاك الوقت. عارف عندما نصر. عارف عيل عمين؟ فهد. فهد المولد هو المهاجم. اليوم مصر مع البرتغال محمد صلاح هو المهاجم. أنا من وجهة نظري محمد صلاح ترى أداء جيد جدا اليوم. لكن متوقع مع روسيا ومع الأوروغواي فهد المولد هو من يبدأ كمهاجم. وتحتاج فهد بسبب السرعة، بسبب المساحات الموجودة، بسبب أنك لا تحتاج مهاجم تقليدي لا مهند أو السهلاوي، فهد المولد هو المهاجم. خلينا نشوف إيش